يا مرحبا فيكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة كويسة واموركم على العال ان شاء الله. اليوم وبعد يعني فترة صلن عندي هو العطور، وكنت رغبان انه احكي عن هاي الشركة يلي نشأت بهاي السنة او باواخر السنة الماضية، وافتخر واعتز فيها لاخي وحبيبي محمد دخل الله يلي يعني جاهد كتير وعمل يعني جهد كتير كبير لحتى يوصل بشركته لهذا الوقت من التطوير وجمال العطورات يلي عملها كرييشن. شركة كاتاليا برفيوم انشأت بهاي السنة بال 2019 وربما بأواخر 2018. كنت حابب انه نلتقي بمحمد نتحدث نحن وياه، ولكن الظروف شاءت بهاي الفترة وفترة الأعياد يعني وآخر السنة، وكلنا بنكون مشغولين آخر السنة، ما قدرنا نجتمع ولا قدرنا حتى نلتقي بمكان يعني أوسط بيناتنا. بكل الأحوال محمد عمل شركة عطور وصمم ست عطور من العطور الجميلة اللي بعت لي يعني النسخ تبعيتها، هلأ بفرجيكم إياها. ما قدرت إنه أنا يعني أعطي الستة حقهم وشمهم كلهم، ولكن يعني في من اللي طلعوا معي في اثنين من رواق العطور اللي شميتها، وواحد أنا ما بستغني عنه يعني كل يوم عم حطه، وبس يخلص لازم محمد يرجع يعني يتذكرني بهاي العطور. يعني في إبداع جديد، في ريحة عم نشمها جديدة. محمد بس اشتغل على هول الست عطور أخذوا منه وقت وجهد كتير كبير، ولكن يلي أنا هلأ شميته وحسيته إنه من العطور يلي لفتتني كتير وحبيتها اللي هو سمر أوف كيرونا، هو واحد من هول العطورات الرجالية. طبعا مجموعة أو الكوليكشن هن عبارة عن ثلاث عطور نسائية وثلاثة رجالية، ولكن يعني العطر يلي استهواني أو اللي أخذ حقه هلأ مني بالفترة الماضية اللي هو سمر أوف كيرونا، مثل ما بتشوفوا العلبة كرتون يعني فخم. هذا العطر طبعا النوتات الموجودين على الموقع تبع محمد راح اترك لكم الويب سايت تبعه وصفحة الفيسبوك اذا حبيتوا تتواصلوا انتوا وياه وتفهموا اكثر عن العطور. سمر اوف كيرونا عطر لايتي لطيف، نوتاته راح تشوفوها بالموقع، ولكن هو عطر بس استعملته تقريبا بقي على ايدي لا يقل عن 9 ساعات، ولكن لحد ال5 ساعات انا يعني اتفاجئ. بتعرفوا انا بحط عطور كتير، فانا عم شم ريحة كتير حلوة فكرتها من اللي انا عم اعملهم تيست، ولكن هي طلعت يعني انا راشش على ساعتي وكل شوي انا بحرك مثلا بدي اشتغل على الكيبورد او شيء كانت تطلع يعني ريحتها لسمر اوف كيرونا. عطر جميل، المولوكول تبعه رائع وتكوينته عنبرية، يلي بحب العنبر ولكن عنبر مهذب بطريقة كتير لطيفة وحلوة. هذا بالنسبة لعطر سمر اوف كيرونا، بعتقد سعره 60 أو 75 أورو، ما متأكد كتير، ولكن فيكن تفوتوا على الويب سايت وتشوفوا الأسعار اللي حاططها محمد. وما بعرف محمد إذا بيعملنا خصم للناس الموجودين بالقناة، وإن شاء الله يمكن أحكي أنا وياه، وفيما لو كان في كود خصم راح أحط لكم كود الخصم تحت بالوصف لحتى منتج الفيديو. هذا واحد من هول العطور. طبعا مثل ما قلت لكم الأذواق بتختلف، يمكن هلأ هذا اللي عاجبني ما يعجبكم، بس أنا من خلال تجاربي الكتيرة لقيت هذا من العطور يعني الجميلة يلي ما أنا كتير معكوكة بالسوق، ما موجودة يعني كتير بالسوق. هلأ العطر الثاني اللي هو الماغنوليا، هو عطر نسائي بيجي بهالطريقة، مثل ما عم تشوفوا قلت لكم الكرتونة وورق الزبدة هذا جميل مطبوع عليه كاتاليا برفيومز،
والكرتون بتيجي بهذا الشكل ماغنوليا. كمان من العطور الجميلة، وكلنا بنعرف يعني عطورات الماغنوليا كيف بتكون الروائح البيضاء أو الزهور البيضاء اللي فيها وجمال هاي الرائحة. بالبداية يعني ما حسيت أول شيء أنه يعني متفردة بالبداية، فريشي كتير بتطلع وزهرية يعني تستغرب بريحتها، ولكن بعد شوي بتصير بتشم فيها ريحة الزهور البيضة. بس العطر يعمل دراي داون ويهدى بتصير بتشمي فيها الزهور البيضة. العطر هذا نسائي، يلي بحب من الأخوة الرجال يعني يحط على جنب مثل الماغنوليا ويحط على جنب تاني عطر آخر مثلا مثل السمر وفي كورونا كمان بيمشي الحال. الناس اللي يعني ممكن تدخل على الفيديو وتقول انه محمد عم يعمل دعاية، نعم انا هاي الدعاية اساسا مو مدفوعة ويعني او اعلان غير مدفوع، ولكن انتوا بتعرفوا انه انا بشجع الناس المجتهدين يلي بيعملوا شيء ممكن يكون بهالوقت هذا متفرد يلي سايد فيه يعني نوعا ما الكسل والخمول، ولكن كل حدا منكم او كل شركة عربية او كل حدا عربي عم يسعى لحتى يعمل شيء مميز ومتفرد وجميل، انا يعني معه وبظهره اذا كنت انه انا قادر ساعد، لانه هاي الطاقات لازم تطلع وتبان للعالم اكثر. انا جزء صغير من هالميديا يلي موجودة بهالعالم او بهالفضاء الرحب اللي هو الانترنت، وجزء كتير كتير صغير لا يذكر، ولكن كبير فيكن وكبير بمتابعتكن وبخبرتكن وبذوقكن. اصلا لو ما كان عندكن ذوق ما دخلتوا على فيديوهاتي او على قناتي او حتى دورتوا على عطر. لكل الناس اللي بتسبني شكرا لكم ومحبتي كتير كبيرة لكم، مسامحكم من قلبي، ولكل الناس اللي بتحبني محبتي لكم كتير كبيرة، ويعني انتوا اسرتي الجميلة واخواني واخواتي محبتي لألكن. بتمنى يلي بحب يعني يلي عنده روح العشق للعطر يروح يشوف عطرات محمد، رح حط لكم اياها، واتمنى انكم تقدروا تحصلوا عليها وتجربوها. كمان يلي جرب عطرات كاتاليا برفيومز بتمنى يعني شاركنا رأيه. الشركة بالسويد ومعروف قديش الأمور بالسويد يعني شديدة لحتى تقدر تنتج عطر، ما سهل أبدا. ممكن بفرنسا لسه أسهل، ولكن بالسويد والدول الإسكندنافية مثل النرويج وهيك كتير صعب. حتى الكحول حتى الإيثانول يلي بدنا نشتغل فيه بالعطر لازم نكون عم نسأل أكتر من أشهر لحتى نوصل وناخد رخصة، ويعني نسأل على أنواع الكحول يلي هي المفروض بتناسب العطور، وأشياء منها مناسبة برا بكندا وأمريكا، ولكن بالدول الإسكندنافية ممنوع تشتغل فيها لمواد لازم تكون أفضل وأحسن. محبتي لكم كتير كبيرة، كونوا بخير. محمد شكرا لك، بأمان الله.